كوح العلي مقعان بقول جير الله سبحانه وتعالى وحقوكو فضين دونا كو سخيري دونا ملكي إيا أبود إيا مامل حقي زكاء هذي ملكي قاسو حاجة هذا إيا دنت هذا مركاسي آدوكا قدن كرتيد إذنك إلهي سبحانه وتعالى وأنا برامش مركاسي لتجابيي وأنا مقع الله سبحانه وتعالى وكم إذا اسماء الله الحسنى بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها السادة والسيدات، أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير وعافية، وجعل الله الجنة مأوانا ومثواكم ومثوانا ومأواكم أجمعين. ولالكيقة ولا شيء إذا مسلمات هاي لما أنت نوحى لنا هاي مراد إيودن أيام وذا لنا هاي إلى هاي مراد كينا هاي ذي سهلو مراد كينا الله نو سهلو حاجة ذينا يدن تينا الله نو سخيرو عمرك الله ذين بركيو والدك الله نحريستو مرادك الله سهلو ولالك إيو ولا شيء مسلم مدح ايه مقالك نو شير غريسا ايه ميل دير نو غارسيسا وحالينا هاي ولا شي ذي الله كو بركيو عمرك الله كو ديريو عفمات الله كو سيو أولاد الله كو بركيو والدك الله نحريستو دانتي حاجة الله ذهي إلى هاي سبحانه وتعالى حكو سخيرو وحوال بؤاد رجيني سيد او وناقا او ان حرام هين الله كو فضو ذيو سودو هذا ولا ليال بسم الله أن قصة لنا مركة كواد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سود هذا ولا ليال بسم الله مجحن الله سبحانه وتعالى وحليه هي يعني ثمرات هي مراء قرشاء دوا وين مراحس هي ثمرات كاس ومعجزات فربضن مركز يقف كأدون كأه وكهلي حاجة هذه دنت هذا أت الله سبحانه وتعالى وقد وانيسه ربي سبحانه وتعالى هدي هذا وحكو بريدين ودمجعهن وحكو يدي ستيد إلهي سبحانه وتعالى دنت هذا حاجة هذا أي كو صخرية كو فضينية كو جذية إذن كإلهي سبحانه وتعالى هدي مجعهن هاد بقول جرا خريسه ود الله سبحانه وتعالى دنت هذه حاجة هذا أشجعته ربي سبحانه وتعالى دنت هذه حاجة هذا وكو جذية إذن كإلهي سبحانه وتعالى شرط يدي باتذا مشكلات كا يدي باتوين كنا إلهي سبحانه وتعالى وكافو جينا يا او الله سبحانه وتعالى علاساتك يو حنونذا دباتوينك انت لبا الله سبحانه وتعالى وكافقين يا وكاديرين يا هدف اي اجيده دا لذهي دن اي حاجة دا لذهينا ربي سبحانه وتعالى دنتا اي حاجة دا لذهي الله سبحانه وتعالى وكو صخيرا يا وكو سهلا يا وكو فضضينا يا اذك الهي سبحانه وتعالى مقعن الله سبحانه وتعالى وحلقو داوي وحيابها مركاسي كينا يا عجسيقة نقال لأنت بخيرتي نمضة ما لأنت وحيابها كينا نلوش عكيرة أيا لقو داوية تعضيلاتك كوكو دعي نلوش هذا أي عكيرنتي نلوش هذا أي حيرنتي نلوش هذا مركاسي أي درينتي فقري إيو مركاسي نصيب لأن هي مقعان إن شاء الله تعالى هدي أد مركاسي كوع العلي سبقل جير إيو كبضا وحيكرد قانتهاي إن الله سبحانه وتعالى لبكا إيا دباتتك ها قاضيو مقعن الله سبحانه وتعالى وحاسدك اللو أذك سدا إن قفك مركاسي إلهي سبحانه وتعالى وقوسي هذيو فهمك إي عقلك إن الله سبحانه وتعالى وقوسي هذيو ومركاسي عقلك هكا إي فهمك هكا وكردو إلهي سبحانه وتعالى حسوست هذو كوكرديو هي مقعن وأذك سنكرتا إذنك الله طب إن شاء الله تعالى مقع سيوكي إنت أنا مقع سوق بنين وأنا شاقين عاد بدو معسنتين ولا ليال إنت هداد سوق قارتين walaalkayga walaashayda muslimka ahay nagu sharaf oo muqaalka ku sharaf inaad like saarto inaad share gareyso oo saaxiibada la wadaagtid hadii aad janaka ka mid ahayna kusoo dhawo oo kusoo dhawo aaciladan iyo familkan asxaabta qiimaha badan ee isjecel ee walaalaha ah ee isu duceeya hadaba magacan aan idin sheegayo oo aan markaasii idin hordhac idin ku sheegay waa magaca Allah ee Ar-Rahman atadruna magaranaysan magacan qiimaha uu leeyahay qiyamka uu leeyahay مرتبط ومقعيد الله سبحانه وتعالى كجره مرك لقاه الله يا أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله سبحانه وتعالى مركو مقعيد كالله مقعيد وقوة وين الله سبحانه وتعالى أوليه باسمه الأعظم مقعيد سوى وين أي كم ذيهين هو الرحمن هو الرحمن الله نحريست بضن نحريستي سكو محر نعاسي إيا باري قفك استنحريست ويقاريسة الرحيم نحريس تدتك مؤمنين تباريا شكلية مكا عن الله اي الرحمن وحاو قرآنك كسو أروري كنتن اي تدبجير اي قرآنك مركاسي كسو أروري اي كسو نغنغضي دتك عارفين تا ذاكرين تا حاي الله سبحانه وتعالى آدك وحسا اي مكا عيدا الله كحسا مكا عن وحيابا اي كشاقين وحكم ذا
وحاو زيادين ايا فهمك اي حصوصتا ذاكرة ايو كردين ايا مسكحدة ايو فريش كدقا ايا علمي ايا قونتا ايو كو زيادين ايا قفك مركاسي اوباهن انو جوكتي ايو فهم كيسا ايو حصوصتيس الله او زياديو قرآن كيسا اي برشاديس الدينتيس الله او زياديو مالين كستا افري تمن مالموت مركستو اتصوك عدو واقو كوبريو مركاد اخرستو اذكاري سباح هذا خريستو كونتونيو كوجير أخري يعني أرضي ذا إيقف كستو وحبرانايا سيو فهم كاغا إيقونتا ذا إيو ذاكرة ذا كوغو زيادو كلما هذا وردود كسوك عدو وهذا أذكار السباح والمساء هذا خريستو كدب أخريسو مقعان كونتونيو كوجير أخريسو أفريت وان مال مونوود إن شاء الله تعالى حسوستا ذي ذاكرة ذا مسكح ذا الله سبحانه وتعالى وكو زيادين يأذنك الله سيدو كلفا إذنك كلام مقعان لقهلا يوحا كمدا haddii ay jirto in yaani dalmada ay ka daahday oo injaabku ka daahay hadii aad habeenkii joofi leeyl habeenkii bartamihiisa marka aad soo kacdid oo salaatul leeyl aad tukatid inta nasiib kale soo kacda waqtiga aad kun jeer akhrisid oo magacan ar-rahmaan ya rahmaan ya rahmaan ya rahmaan aad kun jeer akhrisid yaani haqiiqatan waxa ka dhigantahay wixii ilaahay ku qoray meel ku qoran gooni waaye laakiin hadii jiraan waxyaabo sababo oo tacdiilaad iyo waxyaabo ka hortaagan magacan allah subhanahu wa ta'ala umurtaas ayuu sakhiraya haddii aadna sidaas ay kugu gudbeysa hadii aad ka cabsanaysid yaani in guurku ka daahay tusaale ahaan tacdiil zawaaj uu kugu dhacay akhri habeenkii kun jeer bartamaha markii la joogo insha Allah ta'ala waxaad arki doontaa tacdiiladkii shayaadinta umurtaasi ku shaqada lahayd inay ka qaxaan noloshaadana ka dhamaadaan waxaan idin sheegnay magacyada Allah subhanahu wa ta'ala asmaullahi alhusna yaani magacyada tamaraad iyo mucjisaad ay leeyihiin Allah subhanahu wa ta'ala kunkan waxyaabaha uu keenay waxa walba Allah subhanahu wa ta'ala uu nabaray ee noloshayna kamida wallahi lam yakun abathan ayar ayar lama keenin sagaashan iyo sagaalka magac ee be subhanahu wa ta'ala benben laguma keenin ee noloshayna ay qayb ka yihiin noloshayna ay gargaar ka yihiin noloshayna ay miftah ka yihiin noloshayna ay caafimaad u yihiin noloshayna ay faraj u yihiin noloshayna ay dalabaad iyo arsaaq u yihiin waana telefoonadii aad rabbi subhanahu wa ta'ala aad kala xiriiri lahayd oo aad allah subhanahu wa ta'ala wax kaga weydiisan lahayd waxna kaga magangeli lahayd cabashadaada ku gudbin lahayd farxadaada ku gudbin lahayd hadaba muuqaalkan waxyaabaha ugu talagalnay waxay ka dhigantahay xaajadaada inay ku gudanto yaani dantaada iyo riyadaada iyo rajadaada inay ku gudanto hadaba si aad rajadaada iyo dantaada iyo xaajadaada aad u gaartid walaalkayga walaashayda muslimada ahay magacan ku celceli boqol jeer ku celceli yaani magacan ku celceli oo joogtay boqol jeer ku celceli xaajadaada iyo dantaada waad gaaraysaa hadaba intee maalmood ayaan wadaaya dariiqada iqaabkan waa iska sakhiran yahay hal maalin kaliya ayaa sameynaysaa waa nasiib badsan kartaa hadba xaajadaada iyo dantaada halka ay gaarsiisan tahay iyo duruufta ku haysa aad u baahan tahay inuu allah subxaanahu wa tacaala kuu sakhiro halka ay gaarsiisan tahay ayay mar walba yacni ku xukumaysaa xaajadaada ayay ku xirantahay laakiin sida caadiga ah hal maalin ayaad wadaysaa hal maalin oo keliya ayaad samaynaysaa kadibna waxaad sheeganaysaa dantaada iyo xaajada aad allah subxaanahu wa tacaala ka rabtid allah ayaad madad iyo gargaar iyo baryadaada u gudbisanaysaa baahidaadana u sheeganaysaa yacni si aad dantaada iyo xaajadaada gaarka ah ee allah subxaanahu wa tacaala uga baahan tahay si uu allah kuu sii subxaanahu wa tacaala xaajadaada iyo dantaadana aad u gaartid ku celceli magacan magacan joogto ka dhigo haddaba waqtiga aad akhrinaysid waxaad imaanaysaa waqtiga salaada subax kadib markaad tukatid adigoo daahira oo isa qaba oo soo tukaday oo maasha allah aayaadkaaga iyo qur-aankaaga waxyaaba aad markaasi sunadii aad soo gudatay ayaad imaanaysaa kadibna marka koowaad waxaa samaynaysaa magaca allah ee arraxmaan ayaad boqol jeer akhrinaysaa arraxmaan ya raxmaan ya raxmaan ayaad boqol jeer akhrinaysaa kadibna waxaad akhrinaysaa suuratu yaasiin ayaad saddex jeer akhrinaysaa suuratu yaasiin ayaad saddex jeer kadib akhrinaysaa saddex jeer qofkii xaafida ee yaqaano way u fududahay qofka kalena kitaab ama musxaf ayuu adeegsanayaa kadibna markay saddex jeer aad akhriso allah ayaad weydiisanaysaa xaajadaada dantaada oo aad u baahan tahay inuu allah kuu sakhiro ama kuu fududeeyo ayaad weydiisanaysaa allahuma xaqiq li xaajadii allah uu isakhir xaajadayda iyo dantayda ayaad allah weydiisanaysaa luqada rabtad alla ku weydiisanaysaa limaada innahu khalaqa yacni luqadaha isaga ayaa sameeyey eebbe subxaanahu watacaala luqad kasta iyo si kasta aad u hadashaa baryada iyo ikhlaaska iyo niyadda wanaagsan ayaa wax walba ka weyn oo aad niyadda wanaagsan allah subxaanahu watacaala aad ku baryaysid insha allahu tacaala xaajadaada iyo dantaada eebbe subxaanahu watacaala uu ku gudi doonaa idinka allah annagoo allah subxaanahu watacaala ku kalsoon xaajadaada eebo ku gudi doonaa dantaadana waad gaari doontaa hidika ilaahay subxaanahu wa tacaala adigana ka quursanin oo yaqiin iyo niyad wanaagsan rabbi subxaanahu wa tacaala ku bari
إلهي سبحانه وتعالى خاشعين ذاتك خشوعة آد بوجع عليها ذاتك خشوعة إلهي ووجع عليها ذاتك الله كعب سدا كوا مركزي خشوع على إماذا أيو الله آد وجع عليها بريدة خشوع كدر وهم كدر يعني تدبر كدر إن شاء الله تعالى ستقضى حاجتك بإذن الله يعني حاجة هذا سيدك تقالوا قدي دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.